مرحبا بكم الناس كل ما تابعوا فينا على القناة الوطنية. هذا هو ليالي تونس، نتقابلوا معكم اليوم. عنا برشا جديد، برشا مهرجانات صيفية ودولية في حصتنا اليوم، دونك اقعدوا برانشي على الوطنية. مرحبا بكم الناس الكل. أسدل الستار على فعاليات مهرجان نابل الدولي بحفل فني موسيقي أحيته الفنانة ألفة بن رمضان عبر باقة من إنتاجاتها الخاصة مع فقرة من الروائع الموسيقية الطربية التونسية والعربية. فرحانة لأن نختتم سنة مهرجان نابل الدولي، مهرجان كبير، مهرجان عنده قيمة كبيرة في بين المسارح الدولية في تونس. وسنة البرمجة كانت برمجة أنا نعتبرها من أحسن البرامج اللي صاروا، ومهرجان ناجح إن شاء الله لينا نكمل ونختتموها بالقداء ونعديو سهرية مزيانة. المهرجان في حد ذاته ضمن فقراته أظهر الرهان على الإنتاج الفني التونسي الذي أخذ نصيب الأسد، مع انفتاح ليس بهين على الفن العربي والعالمي. ركزنا على البرمجة سنة كما العادة اللي بدأت من سبتمبر. سنة حاولنا يكون عنا 80% عروض مسرحية و 20% عروض موسيقية. بدينا بالموسيقى ومش نكملوا بالموسيقى مع الفنانة ألفة برمضان اللي هي أول مرة تكون موجودة معنا في مهرجان نابل. اخترنا شعار مهم جدا السنة اللي هو المهرجان يجمعنا في الظروف هذه اللي نشوف الناس كل قاعد تبعد على بعضها. اخترنا انه يكون سلوغان يلم التوانسة بالمحبة بالفن بالمودة. ان شاء الله لي كومبلي اللي قاعدين نعملوا فيهم الحمد لله عنا تقريبا 4 عروض كومبلي رغم الاحداث اللي صارت ورغم تغيير التواريخ، لكن الجمهور قاعد مخلص للمهرجان. البرمجة متاعنا كي نلقاو جمهور قاعد يجي ويسأل ويقص، هذا دليل على انه الجمهور فرح بالبرمجة متاعنا. ان شاء الله نكملوا نواصلوا القدام وان شاء الله نجموا نعملوا برمجة اقوى من هكا مع مسرح اكبر مع البلدية اللي هي مشكورة جدا اني امنت بالمهرجان وقاعدة تكبر في المسرح باش نوصلوا اللي عندنا 4000 متفرج. كيف وزارة الثقافة اللي سنة امنت بينا اكثر من العادة وعاونتنا بالكدا بميزانية باهية برشا، مندوبية الثقافة كيف مشكورة. نعاتبوا شوية على بعض السلطات اللي غايبة ومدتش يد المعاونة المساعدة للمهرجان. ان شاء الله يكون المناخير، هذا هو شنو نجم نقولوا. الليله ان شاء الله عندنا عرض متنوع فيه غنياتي الخاصه، فيه حاجات من الاغاني اللي مسجلتهم الترابيات،
اغاني توانسه وحاجات جدد عملتهم ان شاء الله باش يكونوا موجودين من بعد شوي. وان شاء الله الليله الاختتام حتى هو اختتام نابل واختتام العروض نتاعي زاده. ان شاء الله عندنا تحضير برنامج جديد اغاني جديده. ان شاء الله نرتاحوا شويه بعد نكملوا السيزون ونبداو ان شاء الله تسجيل اغاني جديده ان شاء الله. الحفل الختامي للمهرجان بدا قد نال رضا الجماهير، وكذا الحال بالنسبة لأغلب عناوين البرمجة العامة. وقد أكدت إدارة المهرجان على تصميمها مزيد دعم الفن التونسي مع محاولة تمديد المدة الزمنية للمهرجان ومزيد الانفتاح على فنون الشعوب الأخرى. برافو ألفة بالرمضان، شرفتنا في نابل. الليلة ياسر فما جو ألفة بصراحة، عملت لنا جو والمسرحيات والمسرحيات بصراحة دوب الفاس كريم الغربي وجيها الكلهم يهبلوا الكلهم رائعة الألفة برمضان، وإن شاء الله ديما نراوها وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. نشكر إدارة المهرجان، جاتنا المطربة ألفة برمضان عملت جو باهي، الجمهور عمل سبكتاكل باهي، وشيخنا تفرهدنا وبدلنا الجو وإن شاء الله في مناسبات أخرى. حاجة باهية وحاجة مزيانة برشا، وكل اللي جاو معناها شرفونا. تفرهدنا وتريف، تفرهدنا ألفة برمضان شيختنا. جيت من ألمانيا وأول جابتني صاحبتي وعجبتني على الأخر، من الأول بدا جو هادي وبعد ربوخ محلاه محلاه. ان شاء الله نرجعوا لها مره اخرى. يعطيها الصحه تخي بالفوا ومحليها عادي سهريه تقتل. الحفله طياره يعطيها الصحه ألفة بالرمضان، ما كنتش تصورها هكا. وبالنسبه للبرمجه نتاع مهرجان نابل ديما متعلقه بالفنانين والممثلين. برمجه هايله برشا، انا جيت من اول المسرح لليوم معناتها بريسك حضرت كل العروض. عجبتني وجهه جندوبي، لطفي الغربي، لطفي عبد اللي كريم الغربي، ألفة زاد الليلة، فايا يونان باش ما ننساهاش، هذيك أعز سهرية بصراحة. فنية جميلة بقصر السعادة المرسى وعرض موسيقي هندي بمناسبة مرور 73 سنة على استقلال الهند. زميلتنا إيمان سيد وعلي الحراثي كانوا حاضرين، خلينا نكتشف أكثر التفاصيل معهم ثم نواصل. Thank you.
هذه بلدية المرسى، المرفق العمومي اللي يخرج على المألوف ويكسر الصورة التقليدية اللي تعود بها المواطن كونها مرفق مجعول فقط لمهام إدارية. بلدية المرسى تتواصل في الفترة الأخيرة مع المواطن عبر تنظيم تظاهرة ثقافية من بينها تظاهرة ليالي المرسى. وعام اللي احنا اخذينا المستشارين في البلدية وفي المجلس البلدي، وبديت عملت برشا من جهات إقليمية من تونس، وفما جهات من برا يعني من فرنسا، من المغرب، من يعني البحر المتوسط، وزاد حتى من بلدان اخرين من مصر، ومازلنا معناتها متفتحين ان شاء الله في المندان تاعنا اللي بقى لاربع سنين نعملوا اكثر من هكا. ايطاليا تحب تعاوننا، وكل واحد يحب يهدينا حاجه، ومعناتها مرحبا بهم، على خاطر احنا معناتها حاجه اللي ما تصيرش في المدينات الاخرين كما تراهوني مجانا. حدث هذايا يرمز للتنوع والتعددية الثقافية اللي موجودة في المرسى. وفات المرسى هي مزيج معناها من برشا أذواق ومن برشا أصناف متاع عباد ومن برشا أصناف متاع حاجات موجودة عنا. دونك من الأول بديناها بالعيساويات، بدينا بشوية لي كلوب دي زونفون، سينما، حاجات كيما هكا، وبعد قلنا إجا خنزيدو نتفتحوا أكثر على العالم، تكون عندنا نظرة شاملة، نظرة انترناسيوناليست أكثر ممكن. دونك قلنا بوركوا با أون فا سيليبغي لاميتي انديان تونيزيان هوني في البلدية، وتزامنت زادة مع الاحتفال باستقلال الهند. مرور 73 سنة على استقلال جمهورية الهند كانت مناسبة نظمت من خلالها بلدية المرسى وبالشراكة مع السفارة الهندية بتونس حفل موسيقي تحييه فرقة هندية بقصر السعادة. المناسبة هذه جاءت أيضا احتفالا بالصداقة الهندية التونسية والتعريف أكثر بالثقافة الفنية الهندية. الثقافة معناتها في ذمته، وإن شاء الله نعملوا مجهودنا أكثر. كمان عملت سباق تاع العود، عملت الجاز، عملت من الأنواع الكل، معناتها كل أنتي والأفينيتي يعني التعاطف تاع كل واحد الفني. عملت العيساويات، عملت ذكريات، ذكريات تاع علي رياحي، عملت ذكريات تاع الأشكال كل، وزادة لها بالتربية. وهنية معناتها أنا عندي هنية اليوم الحفل الموسيقي الهندي فن هو، وفيها معناتها ثقافة وبداعة، معناتها فما حاجة مبدعة من عندهم، وزيد ثقف التربية وثقف الناس، والناس جايين خطر فاهمين الفن هذا. في بلدية المرسى تجاوزنا أن البلدية راهي جوست أكل المرفق العمومي متاع استخراج المضامين والوثائق والعروسات، وليت بلدية مشغولة باش تسمع المواطن أول حاجة، وإن شاء الله نكونوا معناها نسمع في المواطنين الكل. وليت بلدية زادة فضاء ثقافي وترفيهي قبل كل شيء، معناها العروض اللي تعملت والمجهودات متاع مدام روضة اللي هي رئيسة اللجنة والغابورتور مدام راقية مصطفى الغربي، كيف كيف معناها زوز نوجه لهم أنا شخصيا شكر كبير برشا، على خاطر هذه ما كناش نراوه في السنين اللي فاتت. هي فرصة باهية برشا باش نعرفوا بالموسيقى الهندية، خاصة أنه تعامل الناس معنا كان باهي برشا، ومسنا احنا شخصيا كفرقة جيت تونس باش تعرف بالموسيقى الهندية. برشا ناس كانوا محبين ومتشوقين للموسيقى هذه.
So it's a very good opportunity for us. I'm very happy to be here because it's such a beautiful country and such a beautiful people here. Very emotional, and we got a very, very nice response here from the audience also for all our last five concerts. And today, it's a pleasure to be a beautiful auditorium with so beautiful people here. So it's really, I'm really glad to be here. Actually, this is not band. Actually, main artist is santur player. Tabla and tanpura is accompanist. Without accompanist, main artist cannot perform. Like tabla and tanpura. This is santur. Santur actually originally from Kashmir. Santur means 100 strings. There is 100 strings and so many kind of gauges. Strings are according to octave. According to octave, we select it. أو سلطان الغلة وكما نديوه في تونس الهندي، مهرجان جديد في دورته الأولى بعنوان التين الشوكي. أكيد أنه المهرجان هذا باش يلقى أصداء كبيرة، باش نشوفوا مادة الهندي شنو نجموا يصنعوا منها، وخاصة أنه الافتتاح كان في ولاية القصرين. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلتنا نادية أرتيبي وعبد ستار بوبك. سلطان الغلة برشا منافع بمختلف مكوناته. هو التين الشوكي أو الهندي كما نسميوه، اللي افتتح موسم جانيو، موسم استقبل بأجواء احتفالية متنوعة وعروض للفروسية، مسابقات رمي بمشاركة جمعية الصيادين، ومعرض المواد الاستهلاكية والتجميلية المستخرجة من التين الشوكي اللي تحتل ولاية القصرين المرتبة الأولى في إنتاجه، ويمتد على مساحة تقدر بمئة ألف هكتار. ولأول مرة تفكر الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي في مهرجان دولي اللي طور الإقبال عليه والاستثمار فيه يضاعف بسبب كبيرة. اليوم بدعوة من جمعية التين الشوكي في ولاية قصرين ورئيس مهرجان الدولي في دورته الأولى في التين الشوكي، معناها قبلنا باش نشرفوا على معناها المهرجان هذا في دورته، وكانت مناسبة باش تعرفنا على المنتوج هذه وحلقات معناها إنتاج متاعو، وكنا ثمنا معناها دور الجمعية ودور المشاركين فيه بما فيها مندوبية الفلاحة وزارة الفلاحة والمؤسسات معناها المالية في الجهة اللي دعمت المنتوج هذا وعطته الثقة الكاملة، وإحنا كسلطة جهوية فرحانين بالمهرجان هذا وإن شاء الله نزيدوا دعمه في دوراته الجاية.
الهندي كقطاع عنده بوتنسياليتي كبيره برشا، ويلزم ان شاء الله السيد الوالي وان شاء الله السلطات الجهويه والسلطات على مستوى وطني المركزيه تقف على الفليير هذه، وان شاء الله الدعم الفليير هذه على خاطر فيها بوتنسياليتي كبيره ياسر. والهدف الاساسي من المهرجان هو الترويج لهذا المنتوج على مستوى وطني وعلى مستوى عالمي، على خاطر من ضمن لي بيليي اللي يوقف عليها البروموسيون هي المهرجانات. مهرجان في دورته الاولى وعلى مدى يوم كامل كان مميز بعروض هادفه وعروض فرجويه كبيره استقطبت عدد جماهير مهمه وكبيره برشا. تكون وصلتوا معايا لنهاية برنامج ليلة تونس، إن شاء الله تكون عجبتكم المهرجانات الصيفية والدولية اللي واكبناها اليوم. في النهاية مقعدي كان باش نقول لكم كنت صباح الخير وفي الأمان، باي باي.